لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفين الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. بعد التحية دكتور كريم، كيف تقيم درجة تباطؤ النمو في أوروبا مع ارتفاع معدلات التضخم؟ يعني طبعا دعونا نتفق على ان يعني الكابوس لا زال مستمر، وان يعني معدلات التضخم عماله تزيد ولا تنحسر، خاصه بقى مع منذ يعني ايام لما رفع الفدرال الامريكي سعر الفائده، وطبعا بناء عليه ابتدينا نشوف لاول مره حتى ان المركزي الاوروبي رفع سعر الفائده، لان هم طبعا يعني يظنون ان رفع سعر الفائده هي اسرع طريقه لمكافحه ومواجهه التضخم، ولكن طبعا يعني يعني يمكن طبعا اوروبا الان في ورطه، خاصة ان ابتدينا نشوف ان تداعيات الازمة الاقتصادية اصبح ليها بعد سياسي، ازمة في بريطانيا، ايضا استقالة رئيس وزراء الايطالي، ويوجد عدد وفي مظاهرات في فرنسا وفي المانيا، يعني يبدو ان في عدد اخر من الدول الاوروبية. الازمة الاقتصادية يعني تحولت الى ازمة سياسية كبرى، والجميع يبحث عن حل، يعني من هو السياسيون الذين المخضرمين الذين لديهم قدرة ان يعبروا باوروبا من تلك الازمة، بالاضافة حتى يعني ان كان المركزي الاوروبي رفع سعر الفائده بنصف في المئه منذ ايام، ويمكن لاول مره منذ 11 عام او منذ عام 2011، ولكن طبعا يعني ده ممكن يدخلهم في ازمه اخرى، الا وهي ان يعني معدل التضخم في اوروبا متفاوت، يعني على سبيل المثال لدينا اليونان اكثر من 12% معدل التضخم، اسبانيا 10%، المانيا 8%، هي والسويد 8.5% تقريبا، ولكن توجد دول معدل التضخم لا يتجاوز 2% زي هولندا او فنلندا 7%، وبالتالي نحن لدينا معدل تضخم متباين في الاتحاد الاوروبي، في حين انه رفعوا سعر الفائده بمقدار ثابت لكل الدول الاوروبيه، وبالتالي طبعا ده هيكون له تاثير متفاوت على الدول الأوروبية. وهي بمناسبة الحديث عن التأثير المتفاوت دكتور كريم، إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر هذه المشكلة، مشكلة التضخم، على القارة الأوروبية طبعاً والاقتصاد الأوروبي بشكل عام؟ طبعا احنا شفنا ايضا ان لاول مره ان سعر اليورو امام الدولار انخفض، وطبعا ده بيكون ليه تداعياته، زي ما جميعنا نعلم، زي ما الجميع يعلم، ان يعني نصف واردات اوروبا بالدولار، نصف واردات اوروبا تقريبا بالدولار، وبالتالي ده هيؤثر على التضخم او هيخلي تكلفه الواردات اعلى، وبالتالي ده هيخلي استمرار لمعدل التضخم. ايضا يعني لا زالت ازمه المواد الغذائيه مستمره في كل دول العالم، الحبوب والمواد الغذائيه الاساسيه والطاقه، ازمه الطاقه ايضا تلقي بظلالها، وبالتالي انا يعني اشك ان رفع سعر الفائده الاوروبي هيؤثر في معدل التضخم الاوروبي كما هو متوقع. دكتور كريم، مجلس الشيوخ الفرنسي صوت في قراءه اولى على مشروع قانون الطوارئ لدعم القوى الشرائيه، وهو الجزء الاول من حزمه الاجراءات التي تهدف الى معالجه التضخم، كيف ترى جدوى ذلك الاجراء؟ طبعا يعني جراء تلك الازمه ومع يعني انخفاض الدخول الحقيقيه للافراد وللمواطنين، طبعا يجب ان الدول تعمل بشكل او باخر، هذا ليس في اوروبا ولكن في كل دول العالم، ان هي تحاول تعمل نوع من انواع تقويه القوى الشرائيه لبعض فئات المجتمع او اكثر الفئات او اكثر المواطنين تضررا، محدود الدخل وخلافه، لان طبعا لما تدعم قواتهم الشرائيه بتحاول يعني تقلل تاثير الازمه عليهم بشكل او باخر، وايضا حتى يعني بتحفز الطلب اللي هم بيقوموا بيه، انك انت يعني الخوف ان الطلب ينكمش، واذا الطلب ينكمش ده يعني سوف يؤدي الى ازمه كبرى، وبالتالي انك انت يعني انك انت تحاول تقوي او تدعم القوى الشرائيه للمواطنين والاستهلاك السلع الاساسيه للمواطنين، دي بتبقى خطوه جيده علشان تقدر يعني تقلل تاثير الازمه. دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك.